شراب انت شراب. هذه باب الحد، وباب الحد هنا فين كان تاريخيا المربط ديال الخيول باش تسمى الرباط اساسا. والجميل في هذه الساحه خصوصا بعد جديد، يعني من بعد هذه الفوانيس والنافوره، ولات فضاء مفتوح للجميع الرباطيين. ملي تنقولوا الرباطيين تنقولوا اهل ديال سلا والرباط وتماره، فكلهم كتكون متنفس ديالهم تيجيو يخرجوا. والاجمل هو ان فكره ديال الابواب، يعني باب الحد، باب العلوق، باب شاله، باب البيبه، باب الملاح، فكاين مداخل متعدده للمدينه، وكل باب عنده خصوصيه ديالو وعنده جماليه ديالو. عند القربه مخدومه، القربه كتخدم كتدبغ وكيدير لها القطران الملح، تيولي داك المذاق ديالها بنين زوين. ملي كديروا فيها الماء كيولي واحد المذاق بنين زوين، فهمتي؟ حلو. تتكبلي تيقول لك زيد زيد اشرب زيد، تيعجبه الحال. ساحة البريد تعد من أهم الساحات بمدينة عتي الرباط، والخاصة لهذه الساحة هو المعيار الجميل الذي تميز به، وهو المعمار الأصيل والجميل الذي عرف في العهد الكولونيال العتي الفرنسي. وهذا نموذج حي، نموذج ديال بريد المغرب. تقابل هذه المؤسسة بنك المغرب نفس المعيار. هذه الخاصية أو هذا النموذج المعماري معروف عند المغاربة. هذه الساحة لها عدة خصائص، هي وسط مدينة الرباط بقرب الشارع الرئيسي لهذه المدينة، هو شارع محمد الخامس، تحتضن تظاهرات ثقافية وفنية. والأجمل أن الحرس الملكي ينظم احتفالاته السنوية هنا بهذه الساحة على طول خريطة الوطن، هي مدينة الرباط، والنموذج هو الذي نعيشه بهذا الشارع. شارع محمد الخامس أهم شوارع مدينة الرباط، بحكم تتلاحظوا على شمالي مقر البرلمان المغربي، وعلى يميني فندق ومقهى باليما. هنا يمكن نستحضر مجموعة من أسماء المفكرين، سواء شعراء وفنانين عرب، يعني كان محج للمثقفين للسياسيين. ومن بين الأشياء الجميلة هو أنه في 1959 حلل المناضل تشيلي جي جيفارا مع أربعة ديال الأصدقاء ديالو، جاءوا للمغرب، والمخبرين المغاربة لاحظوهم من بهذاك اللباس والسيجار عتي الكوبي والشعر، شعر كثير، وحد المخبرين خداوهم وتم الاعتقاد يومين في هذا الفندق. مسجد السنة بمدينة الرباط يعد من أهم المساجد التي تحتضنها عاصمة المملكة المغربية، وله خصوصية عند المغاربة تتمثل بقربه للقصر الملكي، إضافة لاحتضانه للعديد من المناسبات الدينية والتظاهرات الدينية التي تنظم بمناسبة سواء الأعياد الوطنية أو الأعياد الدينية، وتحتضن العديد من رجال الدين ومن العلماء.